ترامب يعني عود العالم بحماقته هذه، هو يريد أن ينفع فيضر، هذا هو الأحمق. نحن لا نسمح بوجوده على الأرض العراقية بأي شكل من الأشكال، وأيضا هذا إذا كان لا يريد أن ينفذ أي مهمة أخرى، بل إذا ذهب باتجاه أن يريد أن يهاجم سوريا أو الجمهورية. قطعنا وعدا أمام شعبنا وأمام المنطقة، يعني أحرار المنطقة، بأن اليد التي تمتد إلى جيراننا، نتحدث عن سوريا ونتحدث عن الجمهورية الإسلامية، ستقطع، وغير قادر. نحن نعتقد أن لدينا القدرة والإمكانات على منع ترامب وجنوده من أن ينفذ أي من تهديدات تجاه لا سوريا ولا الجمهورية الإسلامية. نحن نراقب وبدقة تحركات الأمريكان يوما بيوم وساعة بساعة، بل دقيقة بدقيقة. نحن بلد محتل، الأمريكان أعلنوا بصراحة احتلالهم للعراق، وما تحدث به ترامب أيضا يدل على ذلك. لذا جميع الخيارات مفتوحة أمامنا، ولدينا القدرة والإمكانات على أن ننفذ، ونحن من يختار الوقت، لا ترامب بتصريحاته ولا بكلامه. بالتأكيد هي أهداف مشروع المقاومة، بل المفترض أن تكون أهداف مشروع حتى للأجهزة الأمنية العراقية، عليها أن تقف، لا تكون يعني أهداف بس عليها أن تقف أمام هذا الاعتداء. الآن بوصلتهم متوجهة باتجاه أن تبعد الأمريكان، وإن نفذ ما أرادوا تنفيذه فأكيد ستوقع يعني أو ستوقع بالأمريكان تأثيرا قد يعني لا ينسونه لعشرات السنين يعني.